السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحلة الثانية لألبانيا كان في أعتقد يوليو 1992 أو أغسطس تقريبا يعني، وكان ده بعد اتفاق مع 2 من العاملين الشباب اللي كانوا من مصر. واحد فيهم كان اسمه أسامة ليلى، كان ده خريج كلية التجارة جامعة القاهرة، والتاني كان اسمه صلاح، وده كان يعني معاه معهد تجاري يعني ثانوية زي الثانوية العامة كده يعني. فاتفقت ان انا هنتقابل هناك في ألبانيا عشان نعمل مسح جغرافي لألبانيا عشان نعرفهم البلد اللي هم هيشتغلوا فيها. اتفقت مع واحد هناك من الناس المحليين انه يؤجر شقة عشان يقعدوا فيها هم الاثنين، وكذلك عشان اقعد فيها اوفر الفلوس اللي موجوده بندفعها في البيت. والحمد لله حصل هذا الامر. كان اسمه سليمان شركسي، سليمان شركسي كان من كوسوفا واجر لنا هذه الشقه وقعدنا فيها وكان مقيم في البانيا. وصلت انا في هذا الوقت وحبينا بقى نشوف كيف نلف البانيا من الشمال للجنوب من الجنوب للشمال. فاتفقنا مع سواق عربة واتفقنا انه يجيب معاه البنزين، لان كان في ازمة في البنزين. كل ما اخش في مكان في العالم الاقي ان في ازمة في الوقود دائما. فركبنا احنا التلاتة في العربية دي، وكان معانا تانك كبير للبنزين حاطينه في الشنطة بتاعت العربية في الخلف علشان ما فيش بنزين بيتباع خارج تيرانا الا في تيرانا. وبدأنا الرحلة بتاعتنا من تيرانا، ونزلنا للجنوب لغاية ما وصلنا لكافايا قريبة من تيرانا، وبعدين بلورا، وبعدين رجعنا على بوغراديس. يعني كانت رحلة جميلة جدا 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 جدا. وقعدنا كل يوم نسأل، لو لقينا في مسجد بات في المسجد، ما فيش مسجد بندور على اي اوتيل موجود في المدينة علشان نبيت فيه يعني. طبعا كانوا اوتيلات، ما كانش اوتيلات، كان متواضعة جدا جدا جدا، الى ان وصلنا لحدود اليونان المتخمة لألبانيا. وعرفنا ازاي ان كيف الالبان عشان ياخدوا تأشيرة لليونان كان لابد عليهم انهم يغيروا اسمهم اسم مسلم اسم تاني في هذا الوقت. أخذت الرحلة دي مننا يعني رحلة الجنوب، ورجعنا على تيرانا، بعد ما كنا رحلة الشمال بعد كده. رحلة الجنوب دي وصلتنا لمدينة اسمها بوغراديتس، في بحيرة كبيرة جدا في بوغراديتس مشتركة ما بين ألبانيا وبين مقدونيا. وصلنا هناك وبرضك حبينا نسأل على الجمل. كل ما بنروح مكان من الأماكن دي كنا بندور على المسجد عشان نعرف الجالية عايشة ازاي، مش جالية طبعا، هم كلهم مسلمين. ووصلنا هناك فأحد الشباب دلنا على الجبل، قالنا في الجامع فوق الجبل، طلعنا الجبل فوق كده لأن الجامع مغلق. فنزلنا من الجبل عشان نمشي بقى، فلقينا بعد شوية رجل كبير في السن يعني هو خادم الجامع بيجي ورانا وقال لنا ده مش الجامع. طبعا انا مرفين الجامع، فاخذنا فين الخادم بتاع الجامع، اولاده شافونا واحنا بنخبط على باب الجامع الى اخره. فنزلنا على البحيره وقال لنا انا هوديكم للمفتي. كان في كل مدينه في البانيا فيها مفتي، في كل مدينه عندها مفتي وعندها ايه ممثل للمشايخ. كان في نظام ايام العثمانيين عاملينه يعني نظام يعني ممتاز جدا يعني. ودخلنا عند المفتي بتاع مدينة بوغراديتس ده وجلسنا عنده، فطلع الصور القديمة للجامع، قال اللي انتوا شفتوه ده مش فوق، دي زاوية ما هوش جامع، اما الجامع فهو على البحيرة تحت، واللي انور خوجة هده وحوله الى مركز اجتماعي ومسرح وسينما الى اخره. فاخدنا الصور القديمة بتاعت الجامع ده نتهد على يد انور خوجة، ورحنا شفنا المكان الجديد. بسم الله ما شاء الله، يعني بنية بطريقة يعني فاخرة جدا لم يكتمل بعد.
أماكن طبعا كمبنى كمسرح أو كسينما، فتخيلوا بقى القاعات شكلها إيه. كان قبل كده جامع صغير لكن أصبح فوق، خلاص إحنا هناخد المكان ده نرجعه مسجد بعد كده كما كان من قبل. وفعلا أخذ الأمر ده مننا بضع سنوات، استطعنا إن نعيد بناء، نعيد يعني بناء هذا أو استكمال هذا المكان الذي لم يكتمل بعد، وعملوا مركز إسلامي، مركز ثقافي إسلامي، وكان هو أصبح أكبر مركز ثقافي إسلامي أو مركز إسلامي في البنية كلها، إلى أن أتى إخواننا من الكويت وبنوا مركز أكبر منه في العاصمة كذلك. دي كانت رحلتنا الأولانية بالنسبة للجنوب. بالنسبة للشمال طلعنا لمدينتين أخريتين، واحدة فيهم اسمها شكودرا ودي شفناها، واحدة اسمها بشكوبي ودي في أقصى الشمال. وقابلنا برضك المفتي في كل مكان هناك، وكانت رحلة استطلاع علشان يعني هنا شباب، لما تاخدوا ناس شباب صغيرين في أعماركم كلها وتودوهم على مكان غريب، لابد المسؤول يروح معاهم يزور هذه الأماكن، يفتح لهم اللي هي الأبواب اللي موجودة هنا وهنا وهنا وهنا، علشان الناس الشباب دول لما يروحوا هناك يبقوا بيشتغلوا على هدى وعلى هداية من أمرهم ويشوفوا المكان. يعني الرحلة دي استمرت مننا حوالي 10 أيام، احنا قاعدين بناكل ونشرب ونتكلم مع بعض ونسأل أسئلة ويسألوا على الإغاثة ويسألوا على كذا وكذا، وفي نفس الوقت احنا بنزور المجتمع عشان نشوف المجتمع. يمكن احنا زرنا بتاع يمكن 7 أو 8 مدن، وغير بقى كنا بندور في كل مكان على المساجد المقفولة والمساجد المهدومة إلى آخره إلى آخره. كان جزء من العمل بتاعنا في الوقت ده بالذات إن احنا نعيد بناء هذه المساجد، اللي في نفس الوقت حولها أنور خوجة إلى مخازن واسطبلات خيل ويعني أشياء غير كريمة أبدا على الإطلاق. فكان دي البداية بتاعتنا هناك، وكان دي أول رحلة ميدانية نعملها في ألبانيا، وتستغرق حوالي يعني 10 أو 10 أيام أو أسبوعين مع الشباب هنا، وكل صلاح والأخ التاني اللي معاه اسمه يا ربي وأسامة، وبعدين بعد كده هو شركسي اللي هو سليمان شركسي اللي هو الأخ الكوسوفي اللي اشتغل معه. دي كانت تاني رحلة، كانت رحلة جميلة جدا، ليها مناخ مختلف تماما عن الرحلة الأولى، وكذلك برضك عرفناهم على المسؤولين كل مدينة.